الرحمن الرحيم. اولا شكرا للمنبر الاعلامي اصوات دريوش هذه الالتفاته ديالو. بصفتي كساكنه من المنطقه ديال بوفرقوش العباب جماعه المطرصه، نوجه واحد الشكر للمجلس جهه الشرق على راسها السيد الرئيس، كذلك المجلس الاقليمي لدريوش على راسها السيد الرئيس، وجميع جنود الخفاء اللي صراحه الله هذا المشروع ديال فك العزلة على الدواوير تبارك الله يفوق 30 كيلومتر حوالي المنطقه ديالنا، فيها اكثر من 6000 نسمه، اكثر من 15 دوار اللي استفدوا من هذه المبادره هذه. احنا كساكنه ولا كجاليه، حتى الناس اللي جاونا من الاحباب ديالنا خارج ارض الوطن، يعني حبوا هاد المشاريع اللي كاينه في المنطقه ديالنا في جماعه المطرصه ولا المنطقه بالضبط العبابده بوفرقوش. مره اخرى كنوجه جزيل الشكر للسيد رئيس الجهه، السيد رئيس المجلس الاقليمي، جميع الجنود الخفاء مره اخرى، وشكرا.
Thank you.